السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندخلوا في الموضوع ديالك ونناقشوا ونهضروا على قد داكشي اللي عرفناه، على داكشي اللي قدرنا على الله، قدرنا الله عليه أن نفهمو. كما كتعرفوا دابا موضوع الساعة هو الإشكال ديال إلياس المالكي. هو إنسان نقولو غلط أو زلة لسان فواحد 30 ثانية ولا مكاملاش فواحد الفيديو اللي فيه واحد 10 سوايع ولا معاش. الإشكال الكبير هو غلط، واش عن قصد ولا ماشي عن قصد، المهم الغلط كيوقع. ولكن حنا المغاربة خصنا نكونو رحماء على بعضياتنا، ولا بغينا نتجمعو نتجمعو على واحد الحاجة اللي تكون أكبر من هاد الحوايج. كنناقشوهم مع بعضياتنا، كنضحكو فيهم مع بعضياتنا، وما كيبقاش فينا الحياة. نحبس حنا دابا نيت نازل الداخل، وحنا ما عرفناش العرف ديالنا واش أمازيغي ولا ماشي أمازيغي ولا فهمت. المهم معنا دابا كتلقى الناس ديال الشمال كيقول لك الداخل أوروبية، وتهبط فوق يقول لك أوروبية والداخل فهمتي. المهم حنا ما نحكروش على هاد الحوايج هادو، حيت كتبقى هضر هضر. واشو دابا الإشكال؟ كاين شي حوايج كثر ما دو عايرو ناس خرجو قالو شي هضر كثر من هادي، وما كاينش اللي حاسبهم ولا اللي ضربتو النفس باش أنو يتابعهم. وهنا حنا فين كاين الإشكال. المهم ماشي على معنا، تحية لإخواننا الأمازيغ. الأمازيغ قدموا على ما أظن التنازل، وكان واحد العملية ديال الصلح، وهادي بحد ذاتها مزيانة. والكارثة الكبيرة هي أنك تكون طايح ويجي واحد الناس أخرين باش يشتفوا عليك، يكملوا عليك. مارس قمة الحقد، قمة السم. عرفتي ملي توصل بيك لهاد الدرجة هادي، سير راجع لراسك. راه شوف، أنا فراسك واحد القضية، واحد الإنسان كتخسر معاه وكتمارس كتوصل معاه، وفي الآخر كيبقى فيك الحال وكتنادم معاك الحال. ولكن كتشوف واحد طيح وتزيد تكمل عليه، هادو اللي قدمو الشكايات للآخرين ولا ما عرفتش، والله إلا تحشومة عليكم وعيبوها. غلط نوضو ليه ونوقفوه ويصلح راسو، كيخسر هدرة. وكاين السيد متنساوش أنو عندو بزاف ديال الإمتيازات، الباب اللي كيدق عليه مكيردوش، نيسان كيعاون كيدير فهمتي. تعرق تسرح، هو كيقول لكم انا عم سطي، هو كما كيتسوق الفلوس ولا المهم ما علينا، على حسب ما كنشوفهمش. والقبول اللي عاطي الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم، حكيت ما عاطي لي حتى الان، كيخرج منك وكتجي لي منك وغادي. وهاد الضربه هادي نعطيكم واحد المسألة، عما غتزيد تقوي، وعما غتزيد تكبروا، وعما غتزيد بشكل ايجابي لي عقلوا هاد الحوايج هادو، وحشومه عليكم هاد المسمومين الاخرين ولا الحشومه، ماشي ديالكم وعيب عيب. والمسامح كريم، والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس. تحيه لكم، نقدر نكون تصبت، نقدر نكون غلط، ولكن على قد الفهم ديالي. المهم العاطفه كتغلب علينا، والصراحه شوف السيد حطم ارقام قياسيه ووصل مراسيب كبيره وغيمثل المغرب. ما تقولش المغرب مسكين كيمثل في خسرها، ودابا كتشوف بزاف ديال الناس كيلعبوا بالصوره بالراي ديال المغرب، وكيعطيوها بواحد الشكل خايب فهمتي. هذا على الاقل اقل لهم ضرر، ولكن اكثرهم منفعه لبزاف ديال الناس. تحيه لكم من الضمن بعد، والله يطلق سلاحهم.